أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى لقاء رفقة شاعر سوري، هذه المرة مع الأستاذ محمود جاسم الأحمد. أهلا بك في بيت القصيد أستاذ محمود، أنرت المكان وأحسنت الطلة. شكرا لكم، كل المحبة لقناة الرافدين وكل المحبة لبيت القصيد وللجالس على عرش بيت القصيد يطربنا شاعرا ويطربنا محاورا. لما أنت الجالس على عرشه في هذه الحلقة ونحن هنا حتى نستمع إليك، إلى أفكارك، إلى أشعارك، وكذلك إلى خواطرك، وربما هذا هو الجديد في هذه الحلقة، أننا سنمزج فيها وندمج ما بين الشعر والخاطرة، لك أن تسميه وأن تسميه النثر إن أحببت. قبل أن نتحدث كثيرا في الشعر إلقاء ورأيا، كلمنا قليلا عن محمود الأحمد. لنقل إنني طفل في العاشرة من عمره تورط في بقراءة ديوان المتنبي، فأذهلني المتنبي حياة، شعرا، موتا، و تجربة. تحت ظرف ما، نعم تجربة، وتحت ظرف ما غادرت مقاعد الدراسة ورحلت إلى بيروت، فمجددا وقفت مذهولا أمام محمود درويش وهو يقول حاصر حصارك، وهو يصرخ ثائرا حاصر حصارك لا مفر، اضرب عدوك بحجر، سقطت ذراعك فالتقطها، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي. وقفت مذهولا أمام هذا الإلقاء الحاد، وكأنه كان يعلن ثورة لا قصيدة. يا سلام. قادتني المصادفات من جديد إلى أن أعود إلى مقاعد الدراسة على أبواب كلية الآداب في جامعة حلب، وتخرجت فيها، ثم انتقلت لدراسة دبلوم التربية في كلية في جامعة حلب أيضا وتخرجت فيها. قادني الحنين مجددا إلى العودة إلى كلية الآداب لدراسة الماجستير، ولكن لم يكتمل بسبب ظرف ما، فخرجت من حلب إلى مصادفة جئت إلى تركيا، فأكملت الماجستير في مدينة يالوفا، وشتان ما بين حلب وبين يالوفا، شتان ما بين الوطن وما بين أرض ثانية. أستاذ محمود، هذا الحنين يقودك دائما إلى الوجع الذي تنسل منه روح الشاعر فيكتب مشاعره ويتركها أمام الناس، كل يجد نفسه فيها، يجد حزنه، يجد وجعه. عن ترجمة الحزن في خاطرة أو في قصيدة، كلمنا عن هذه الترجمة وكيف تتلقاها قبل أن توثقها على الورق. في الحقيقة أنا شخصيا يعني أتبع مشاعري في الكتابة، دون يعني يتعبني الخليل بن أحمد، يتعبني الخليل بن أحمد ويطربني محمد مهدي الجواهر. هكذا ستغضب عليك الكثيرين يا صديقي. وإن غضبوا فالشعر برأيي بالدرجة الأولى هو الشعور، فالشعر الذي كتب قبل الخليل لم يكن ذا قواعد، أو لم يكن ذو قواعد. لكن قد يختلف معك كثيرون، يقولون لك كانت القاعدة موجودة نطقا وموسيقى، نعم، حتى وإن غابت كتعريفات. من يختلف معي عليه أن يخرج محمود درويش من الشعر العربي، وبدر شاكر السياب وأمل دنقل وغيرهم كثير، يجب أن يخرجهم من الشعر العربي حتى أقبل الخلاف معه. لكنهم لم يتجاوزوا الخليل بن أحمد أو الخليل بن أحمد، حتى وإن يعني خرجوا عن الموسيقى، إلا أنهم يعرفون هذه الموسيقى تسكنهم ويسكنونها، نعم. وحينما يكتبون الشعر الموزون فإنهم يعني يتقيدون بشرائطه بلا شك، ولكنهم خرجوا على القواعد، خرجوا عليها وهم يعرفون القواعد. نعم، يعرفون القواعد ولكن نعم. خرجوا عليها. لا بأس بخروج من حين إلى آخر، نعم. لما يتجاوز الشعر، لكننا متفقون، نعم. أو متفقان والكثير معنا على أن الشعر يخضع لشروط، لقواعد، بلا شك، هذا ودون ذلك لا يعتبر شعر، لا نختلف عليه. ولكن يعني الشعر صورة، كلمة، وعاطفة، نعم. قد يحمل النص الصورة وقد يحمل الكلمة، وإن خلى النص من العاطفة فهذا النص سيسقط سقوطا ذريعا، حتى وإن كان موزونا، نعم. حتى وإن كان مثلا متقيدا بالشروط، نعم، نعم. يعني كثيرة هي مراثي المدن، هل ذكرت مرثية كمرثية أبي البقاء الرندي؟ قليل.
لم تذكر مرثية كما ذكرت مرثية الرندي. لماذا؟ بمستواها قل. نعم، لأن الرندي عاش تجربة صادقة. الرندي شهد سقوط المدن الأندلسية، المدينة والأخرى، شهد ما كان يحصل من مجازر، شهد ما كان يحصل، فجاءت قصيدته صادقة العاطفة، لذلك كانت تعبيراته قوية. نعم، منبعثة من تجربة إنسان مجروح بلا شك، يعني عايش هذا الألم، وما راء كمن سمعه. نعم، فلذلك أتبع. فأول ما كتبت لم تكن قصيدة يعني على مستوى ربما أن يسميها الشعراء قصيدة، ولكن كانت تعبيرا عن ذلك الألم المغترب. نعم، لا سيما حين قدمنا إلى بلد لا نعرف فيه أحدا. نعم، كنا نجهل اللغة وكنا نجهل أبسط القواعد، يعني فالألم يزداد في هذه الحالة، تزداد الغربة في البلاد العربية رغم الوجع. أنت لست غريبا وأنا لست غريب، لكن في بلد آخر قد تجد أن الغربة يعني ترزح فوق. نعم، صدرك وتترك أعباءها للأسف. نعم، في قلبك، وقل ما يمكن لك أن تتجاوزها. فنجد بالشعر بعض التسرية. نعم، لا التسلية. نعم، سنتحدث عن هذا بعد القراءة. نعم، ما زلت أعشقها بلادي، ما زال حبك في فمي، أنشودة أورثتها عن والدي، علمتها أولادي، ما زال يسكنني هواك معطرا، بالزيزفون مؤرجا، وبنسمة بفؤادي، ما زال فيك عطر أمي طاهرا، وجلالة من والدي، ونداؤه لما ينادي. ما زلت أعشقها ولو هطلت سحائبها منونا، ما زلت أعشقها ولو أمسى المنون مساوي الميلاد، ما زلت مفتونا بها حتى ولو أمست رهين سماسر الأوغاد. قلبي لها، شعري لها، قلمي وأوراقي وفيض مدادي، أنا يا حبيبة ما أزال ملوعا كنداء من تبكي على أولادي. لا عشق ليلى قد سلا قلبي به، وما سلوت بمية وسعادي، ما زال عهد للمودة بيننا، محفورة كلماته بفؤادي، فتحضري للعرس إني قادم كيما أزفك في ثياب حدادي. يعني هذه القصيدة أو الخاطرة أو النص النثري أو هذا الدمج. نعم، المختلف. نعم، كما لو أنك تريد أن تعقد مصالحة ما بين الشعر العمودي وما بين الكلام المسطور البديع البياني الذي يمكن أن يكتبه الشاعر أو الأديب على سجيته، بعيدا عن تقيده باشتراطات الوزن والقافية وبحور الخليل التي تحدثت عنها أنت، وإن ثرت عليها إلا أنك التزمت بها في هذا النص نوعا ما، وإن مزجت ما بينها وبين شكل آخر من أشكال الكتابة وهو الخاطرة أو النص النثري. ربما تكأت قليلا في هذه القصيدة وانطلقت من القصيدة الشهيرة لنزار قباني وهو يقول في مدخل الحمراء: كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا، ما أطيب اللقيا بلا ميعادي. هذه القصيدة العالية: في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي، هل أنت إسبانية سألتها، قالت: وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي. يا سلام، والياسمينة رصعت بنجومها، والبركة الذهبية الإنشادي سارت معي، والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، يتألق القرط الطويل بجيدها مثل الشموع بليلة الميلاد، الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي، قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي، أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم
أجدادي يا الله عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. يا سلام، أنت مسكون بهذه القصيدة لنزار قباني. أنا مسكون قباني. بنزار قباني جميل جدا. نزار قباني حرفا حرفا في بيروت في طرق الروشة والحمراء، كتب التاريخ نعم. بطريقته الشعرية. نزار قباني يعني أصاب من قال إن نزار قباني جعل الشعر كالخبز اليومي، يأكله جميع الناس، يتناوله جميع الناس من أدناهم ثقافة إلى أعلاهم ثقافة، لا بد له أن يستمتع مع نزار قباني. إذن أنت مع هذه الفكرة، يجب على الشاعر أن يكون قريبا من الناس، أن يبسط أمامهم الفكرة الشعرية دون إسفاف ولا ركاكة، ولكن عليه أن يقدم لهم همومهم أوجاعهم بطريقة تقودهم إلى أبواب الخلاص. لكن هناك من يكتفي فقط بنبش الألم دون أن يدل الموجوعين على يعني الطرق التي تقودهم إلى الحرية وتقودهم إلى الخلاص. لنقل الشعراء لهم نفسيات مختلفة، لا يخضعون للأنماط لأنماط شخصيات الناس العادية. الشعراء المبدعون معظمهم يتجاوزون القوالب، يتجاوزون يعني لو ذهبنا إلى سعيد عقل، سعيد عقل كان يرفض أن يجري أي مقابلة إلا لقاء مقابل مادي، وكان يرفض أن يفعل أي شيء شعريا وأدبيا إلا لقاء إلا مقابل لقاء مادي. وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه سعيد عقل كان يعطي جائزة 1,000,000 ليرة لبنانية للمبدعين، أعتقد شهرياً أو كل 6 أشهر هو يدفعها من جيبه الخاص لكل المبدعين. فانظر إلى هذا التناقض في هذه الشخصية. ربما كانت قناعات ذاتية يسعى، نعم هي قناعاته ذاتية يسعى هي من خلالها نعم. إلى إثبات حق الشاعر، إلى نعم. كرامة الشاعر، يسعى من خلالها إلى يعني تعضيد فكرة أن الشاعر ينبغي أن يكون له منزلة يعني محترمة في نعم. المجتمع نعم. لا أن يعني يتطاول عليه نعم. كل من هب وادب يعني ربما هذا ما سعى إليه نعم. هذا طبعا له وجهة نظر وهو تحدث عن ذلك كثيرا، ولكن يعني ما قصدته أن نعم. المبدعين عموما لابد أن تكون لهم أن يكون لهم نمط مختلف من الشخصية أكيد. بلا شك. حتى فرويد عندما درس ليوناردو دي كابريو قال نحن لا ندرس الإنسان في ليوناردو دي كابريو، إنما ندرس الفنان في ليوناردو دي كابريو. يعني يجب أن تدرس هنا أنت مع الشاعر الفنان ولا تدرس الإنسان، لأن هذا قاعدة مختلفة. الشاعر ينبغي ألا من وجهة نظر محمود شاكر جاسم أو محمود جاسم الأحمد، لا أعلم لماذا محمود شاكر، فرض نفسه علينا فرض نفسه على نعم. الأدب العربي. محمود شاكر هو يستحق أن يفرض نفسه على مصطفى مطر وكذلك على محمود جاسم، وعلى محمود جاسم ولي الفخر أن أحمي هذا الاسم. على الشاعر أن يعني يتجاوز الشعر، أو لا نريد أن نقول يتجاوز الشعر، عليه أن يجيد إلى جانب الشعر الأشكال الأخرى من أشكال الكتابة. هل أنت مع هذا الطرح؟ بالتأكيد الشعر له مكانه وله قيمته بلا شك، هذا لا يختلف عليه اثنان، ولكن احيانا هناك اماكن تقتضي ان يتخلى يعني ان يكتب الشاعر في مجال اخر نعم. على حسب المكان الذي هو فيه حسنت. وحسب الحاله، احيانا الحاله لا تقتضي، احيانا الحاله تقتضي قصه قصيره خاطره صحيح. شعر احيانا تقتضي قصيده. احسنت نعم. ونريد من محمود جاسم الان نعم. خاطره تقتضيها الحال نعم، لنخرج قليلا عن الشعر وسنعود اليه نعم. خاطرة عن اللغة والأدب الذي وقفت أمامه طويلا ذاهلا أمام عظمة هذا الأدب. دعنا نرى. ما بين الملك الضليل وتلك التي تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، وبين ذلك العاشق الدمشقي الذي خضوضرت بغنائه الأعشاب، كمثل ما بين دارة جرجل وبين سوق الصاغة في دمشق، حيث تبيع دمشقية حسناء أساورها لتغازل بالشعر والشعر مفتاح، وما بين إذا بلغ الفطام لنا صبي وسجل أنا عربي ولون العين بني ولون الشعر فحمي. يا سلام. وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، ثمة قصائد وقصائد، فقصيدة أطربت قلب المهدي حتى نزل عن كرسي خلافته زاحفا على بساط مجلسه، ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فأمالها. وقصيدة أبكت عيون الرشيد حين خانه الطرف الطموح، وعيون مهن بين الرصافة والجسر فتكن بقلب ابن الجهم من حيث يدري،
ولا يدري. استأمن كعب بقصيدة، وودع ابن زريق صفو الحياة بقصيدة، يا الله، ولقي المتنبي حتفه على حد بيت من الشعر، ولكن سيبقى الدهر من رواة قصائده، وسيبقى مالئا حلبا. وما بين هذا وذاك ثمة لغة فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن مبانيها، ولم يعرف لها لا طفولة ولا شيخوخة في كل أطوار حياتها كما يقول إرنست رينان. وثمة سحر من البيان جعل جيران العرب يسقطون صرعى سحر تلك اللغة، وليس العرب وحدهم كما تقول زيغريت هونيكا. ومن الذين سقطوا صرعى سحر تلك اللغة غوستاف غرانيباوم، الذي يقول: ما من لغة تطاول العربية في شرفها، فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية. يا سلام، هذه الخاطرة التي لم تخلو من الكثير من الصور الشعرية، وكذلك كان فيها استيراد لبعض يعني العبارات الشعرية التي وردت في قصائد لشعراء كبار، ربما من خلالها أردت أن يعني تؤرخ لفكرة أن الشعر هو تراثنا الذي ينبغي علينا أن نعتد به ونعتز ونباهي. هل ما زال هناك مجال للمباهات بهذه اللغة في هذا الزمن الصعب الذي نعيش؟ أعطني رأيك الذاتي في هذه المسألة. بلا شك المباهات بشعرنا بتراثنا، لو لم نكن كذلك يعني الآن إذا نظرنا إلى الأمم الأخرى، تمام، في بريطانيا، في إنجلترا الآن شكسبير يعتبر رمزاً يحرم المساس بشكسبير. رسالة دكتوراه قدمت في إحدى الجامعات الإنجليزية نقدت شكسبير، رفضت الجامعة، قالت إن شكسبير رمزاً لا يجوز المساس به. يا سلام، لم يجوز حتى النقد، لم يجوزوه في شكسبير. لذلك في كل أمة لديها ثوابت يجب ألا تختلف، ثوابت أدبية، ثوابت شعرية يجب ألا تختل. والمفارقة التي أزفها إليك أنني أدرس كثيراً من الطلاب، وهؤلاء الطلاب حين أقف أمامهم وأنشد لهم نزار قباني ومحمود درويش ويطربون جداً. ويعني في هذه الأجيال بذرة، في هذه الأجيال بذرة، الفترة لا تزال نقية غير مشوهة. نعم، عندما تستطيع أن تختار لهم ما ترغب به نفوسهم، نعم، فهناك جيل يستحق أن يكتب له ومستعد لتلقي هذا التراث وأن يهضمه وأن يعتز به وأن يتخلق بالأخلاق يعني الواردة فيه، دون أن يعني يخلع هذه اللغة عنه ويعتذر بثياب يعني الغرب البالية. يعني ابن خلدون وهيرودوت أبو التاريخ يقول: التاريخ يكرر نفسه، لا جديد تحت ضوء الشمس. الأمة التي لا تدرك تاريخها لن تدرك حاضرها ولن تدرك مستقبلها. فالتخلي عن التاريخ يعني تخلي عن الأمة، تخلي عن الشخصية، تخلي عن الهوية. أحسنت. اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي كذلك لغة عالية في وجدان الشاعر وكذلك في وجدان المتلقي. لكن تشعر أن هناك يعني مسافة في زماننا ما بين الشاعر أو الأديب وما بين المتلقي، هل من سبيل لردم هذه المسافة أو يعني لتقليلها بحيث يلتقي القارئ الحصيف، القارئ الذي معلق عليه الكثير من الآمال، مع الكاتب المسؤول صاحب الرسالة والهدف؟ ردم هذه الهوة هي باختيار النصوص التي لا تكون يعني مغرقة في الاقتباس، في التضمين، في الرمزية، في العمق، الإيهام. نعم، الإيهام. هذه يعني مع المبتدئين، مع المقبلين على الشعر، هذه النصوص قد تكون صعبة عليهم، أو هناك هو لا يشعر بالمتعة تجاه هذه النصوص. إنما تقديم نصوص تحتوي بعضاً من الاقتباسات، لا سيما بالألفاظ القرآنية، وتوظيف هذه المفردات وتوظيف هذه الأساليب بشكل دقيق يعني يجلب ثقافة جديدة، نعم، ومتعة مختلفة وربط بين موضوعات ثقافية متعددة. أستاذ محمود، يعني الآن هناك إشكالية ربما أنت لا تراها إشكالية،
وربما كنت تؤيدني وترى أنها إشكالية كبيرة أيضا. يعني بعض القراء أو بعض الشعراء أيضا يرون أن بعض النصوص التي فيها من العمق ما فيها، هم يرون هذا العمق شكلا من أشكال الإيهام أو الطلسمة، بينما هناك من يراه عمقا، من يراه يعني وصولا إلى أبعد مثلا مسافة من مسافات الوعي والمعنى. كيف يمكن لنا أن نفرق ونفصل ما بين العمق الذي يقود إلى معنى حقيقي وبلاغي ويقود ربما إلى فكرة ناضجة ويفيد المتلقي، كيف نفرق بين هذا وبين حقيقة أن هناك فعلا نصوص رمزية طلسمية موغلة ومغرقة بالإيهام قد تصعب على قائلها؟ جميل جدا. لدينا أمثلة على هذا الأمر. لدينا في الرمزية هي على مستويين كما ذكرتم، بدر شاكر السياب، محمود درويش، عمر أبو ريشة. عمر أبو ريشة قال: يا عروس المجد ائتيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. عروس المجد من هي؟ الحرية أم دمشق أم الحبيبة أم؟ بدر شاكر السياب قال: عيناك غابتا نخيلا ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، ويولد في النجوم ألف قمر. أيضا هل هي الحبيبة؟ هل هي الأم؟ هل هي هل هو الوطن؟ هل هي آلهة الخصب؟ حيرت النقاد. ولكن هذه رمزية تجعلك في ظمأ لمتابعة القصيدة، هذه هي الرمزية القريبة من نفوس الناس. أما عندما لشاعر آخر: كنت أجلس خلف الصنوبرات، وهذه اللغة الموغلة التي لا يستطيع أن يفهمها حتى صاحبها، ومشط خصر السحابة بإنفر التبعثر. نعم، يعني هذه البعيدة عن الناس هي ليست، ربما هذا ربما هو نفسه لا يفهمها، ربما كانت بعيدة عليه هو نفسه. وقيل إن صلاح عبد الصبور فعل ذلك، يعني قال قصيدة على هذا على هذه الطريقة، فأطرى لها النقاد وقالوا إن صلاح عبد الصبور يؤسس لمدرسة جديدة. فبعد ذلك قال صلاح عبد الصبور: أنني لا أؤسس لشيء، أنا كتبت هذه الكلمات عبثا حتى أرى ردة الفعل عليها فقط. جميل جدا. إلى الشعر الآن، إلى القصائد العمودية. ربما كان في النص لغم أو مصيدة. حكم الهوى أنا هنا غرباء، مثلي ومثلك في الهموم سواء. عجبا أتيت وكنت أحسب أنني في الحزن لا شبه ولا نظراء. حزن بقدر الريح بين جوانحي، ومن المواسم دمعة وبكاء. أودعت أصوات الحنين حقائبا من كل زاوية تفوح حناء. عند العبور تناثرت روحي شجن، ومن المعابر تعبر الأشلاء. عند العبور تناثرت حلب دما تبكي على أبوابها صنعاء. وأسائل الغادين من منبج، أو ضمة أو بسمة ألقاء. أو ضاق هذا الكون عن أفراحنا، أم بالقوافل ضاقت الصحراء. خلف الفرات، خلف الفرات ينام وجه حبيبتي، وكأنه من وحي السماء سماء. تمشي فيمشي في دمي عطر لها، ويهيم في خطواتها الإغواء. أما أردتك إن تمدي راحة، بيمينها نوم يسارها الإغفاء. جاز البكاء ولم يجز الهوى، فمن المحيط إلى الخليج دماء. ومن المحيط إلى الخليج ولم يجز الهوى، فمن المحيط إلى الخليج دماء. ومن المحيط إلى الخليج خناجر في قهرنا كأننا الأعداء. ما عاد هذا القلب يطربه هوى، لولا القصيد وقالت الشعراء. كلماتنا مذبوحة في صدرنا، كل القصائد عبرة ورثاء. ومضى الطيوف الراحلين يحثها وجع، وتبقى وحدها الأسماء. وجع وتبقى وحدها الأسماء. هنا أيضا زوجت ما بين الأبيات الخليلية التي قلت إنك تحرص كثيرا على تتمرد عليها قدر المستطاع، وكان في هذا النص أيضا
بعض التمرد، ربما هناك تمرد جديد تخبئه لنا أستاذ محمود، لكن لابد من استراحة قصيرة الآن، ما رأيك؟ بلا شك نأخذ استراحة. إذا مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم من جديد. معنا هنا في الأستوديو الأستاذ محمود جاسم الأحمد، أهلا بك أستاذ محمود مرة أخرى، حياك الله. عن الضمير الحي الذي يجب أن يحمله الشاعر بين جنبيه مجازا ورسالة ومبدأ والتزاما وقيمة، ضميره تجاه الإنسان، تجاه وطنه، تجاه كل ما حوله. تكلمنا عن فكرة الضمير في وجدان الشاعر. فكرة الضمير، الشاعر إذا لم يكن صاحب ضمير لن تصل كلمته أصلا، لن تصل كلمته إلى قلوب الناس بلا شك. ولذلك أعود إلى صدق العاطفة في الكتابة. صدق العاطفة من أين يأتي؟ من نقل الوجع الذي على الأرض إلى مساحة شعرية، إلى صيغة تعبير لا يستطيع أصحابها أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة نفسها. فالشاعر إن لم يكن صاحب ضمير لن يرى ما على الأرض، ولن يستطيع أن ينقل هذه التجارب بصدق. فالضمير أساس في كل كلمة تقال، والكلمة مسؤولية، ومن ليس لديه ضمير فلا مسؤولية لديه. يعني لو استذكرنا لبيد بن ربيعة، كان يرى في الكلام مسؤولية، وبعد الإسلام عرف عن لبيد أنه اعتزل الشعر. لماذا اعتزل لبيد بن ربيعة الشعر مع أنه كان يمكن أن يقول شعرا لا ينافي تعاليم الإسلام؟ ولكن لبيد بن ربيعة يعتبر من أعظم ما عرف الأدب العربي، هذا الرجل الذي كان يدرك عظم المسؤولية وعظم من أصحاب المعلقات. نعم، كان يعرف عظم وقع الكلمة وعظم المسؤولية أمام الكلمة، فلم يرد لنفسه أن يدخل معتركا هو الآن بين موروث ثقافي جاهلي وبين الإسلام الذي محى ظلام الوثنية. وهذا الرجل متشرب، هو شاعر، الشاعر والضمير هذا يستطيع أن يتشرب وأن يحس بالبيئة المحيطة وبالموروث الثقافي كما لا يحس به أحد غيره. عن فكرة الرسالة التي ينبغي على الشاعر أن يحملها، أن يكون صاحب قضية، صاحب مبدأ، صاحب هم، يشارك الناس همومهم، أتراحهم، أوجاعهم، يترجمها بقصائده، يدلهم على أبواب الحرية. ربما هذه مسؤولية وينبغي أن تكلمنا عنها الآن. بلا شك هي مسؤولية كبيرة، ولو استحضرنا في الأدب، يعني محمود درويش نأخذه مثال، وأنا أعشق هذا الرجل وأحب الحديث عنه كثيرا، وهو لأنه يستحق. محمود درويش ونماذج كثيرة طبعا في تاريخنا وتراثنا، نعم، لكن نأخذ الأقرب. يعني تفضل. محمود درويش أعطى بعدا جديدا للقضية الفلسطينية. يعني محمود درويش عندما يقول، ونعود إلى فكرة أيضا الرمزية التي قلنا، محمود درويش في عيونك شوكة في القلب توجعني، في القصيدة يقول أدق الباب يا قلبي على قلبي يقوم الباب والشباك والإسمنت والأحجار، هو يتحدث عن قرية البروة التي ولد فيها، عن بيته المهدم. يعني محمود درويش جعل كل عربي، أنا قرأت هذه القصيدة منذ زمن، كنت طالبا عندما قرأت هذه القصيدة، جعلني أشعر بأن لي قضية اسمها فلسطين. عندما نزار قباني كتب الاسم جميل أبو حيرد والعمر 22 في السجن الحربي بوهران رقم الزنزانة 90، يعني
سكنت جميلة بحير. نعم، عندما كتب أحمد شوقي مرثيته الرائعة في الشهيد عمر المختار، ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يا سلام، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء، يا سلام، يا أيها السيف المجرد في الفلا، يكسو السيوف على الزمان مضاء، وقبور موتى من كهول أمية، وقبور موتى من شباب أمية، وكهولها لم يبرحوا أحياء، لولا ذا بالجوزاء منهم معقل دخلوا على أبراجها الجوزاء. يا سلام. يعني محمود دروي، مصطفى العقاد، الحالة الفنية، يمكن أن نذهب إلى مصطفى العقاد المرحوم الذي أنتج، يعني هل يصدق عربي الآن؟ إذا سألت العرب جميعهم سيقولون عن أنتوني كوين هو عمر المختار، مع أنه ليس هو عمر المختار. هذا تأثير نعم. الأدوات الفنية سيب. التي نعم أحمد شوقي أسهم في إيصال، يعني في إيصال شخصية عمر المختار إلى كل العرب، كما نزار قباني. أنا لم أكن أعرف جميلة بحيرة، قرأتها في شعر نزار قباني. أنا لم أكن أدرك الكثير عن القضية الفلسطينية لو لم أقرأ محمود درويش. لم أشعر بهذه الثورة، عندما قلت لك يعني كان لي شرف أن أكون واقفا أمام محمود درويش عظيم. عندما ألقى قصيدته حاصر حصارك وأيضا كانت ماجد الرومي موجودة، فكنت أستمع بكل، وكأن محمود درويش كان ثائرا لم يكن شاعرا في تلك اللحظة. يعني محمود درويش، الوقوف أمام هذا الشخص، أنت لا تقف فقط أمام الشاعر، أنت تقف أمام حالة كبيرة جدا، تمثل قضية كبيرة جدا، توقظ في الذين نام في ضمائرهم وجع القضية، توقظهم من جديد. أحسنت. إلى الكتاب الضائع، خاطرة هذه المرة، خاطرة صافية. لا شعر فيها ولا اقتحام خليلي ولا غيره، وهذا من الضمير. تفضل. يعني هذه الخاطرة هي ملامسة وجع الناس. كان عندي طالبة في المدرسة اسمها نور. نور طفلة بريئة جدا، وطفلة بكل الأحوال، وهي طيبة إلى درجة يعني أنها يعني تسأل كثيرا، لا تلقي بالا لكلماتها، لا عندما أضاعت كتابها يعني لم تستطع أن تسأل يعني أين كتابي أو أعطوني كتابا جديدا. هذا الوجع الذي جعلني أشارك نور. الكتاب الضائع. كما أني لم أمل يوما من الحديث عن مكانة الأم ومن ترديد القصائد التي تتحدث عن الأم، لم تمل الطالبة نور من طرح الأسئلة التي تخص الدرس تارة ولا تخصه تارات. دوامة الأسئلة التي تغرق فيها نور وتغرقنا معها كانت كفيلة أن تحرمني من استراحة معدودة الدقائق. أغتنم خلالها كأسا من الشاي وسيجارة بين مزدوجين، منادما أحد الزملاء على درج المدرسة الخارجي. أسئلة نور الكثيرة جعلتني وبقية المدرسين نهرع هربا من الوقوع في تلك الدوامة التي تنتقل فيها نور من سؤال إلى آخر، وأحيانا دون انتظار إجابة السؤال السابق، وكأنها تبحث عن سؤال كبير فتجرب في سبيل ذلك أي سؤال يمر بخاطرها. وأكاد أجزم أن تلك الدوامة كانت سبباً في أن تضيع نور كتاب التربية الإسلامية، مما استدعى حضور والدتها بعينين متوسلتين أن تمنح المدرسة ابنتها كتاباً بديلاً. حساسيتي تجاه عاطفة الأم دفعتني أن أبحث يمنة ويسرة عن كتاب بديل، لا لأن الواجب يملي علي ذلك. مر عام أو يقاربه إلى أن جمعتني المصادفة بالطالبة نور. لم تمطرني نور بوابل الأسئلة، واكتفت بأن بادرتني قائلة: معك كل الحق أستاذي، إن الأم غالية. نعم غالية. حاولت ألا أصدق حدسي وأن أستبق كل شيء، فسألتها كيف حال، و دمعتا نور قطعتا كلماتي ونابتا عن الإجابة الصاعقة التي جعلتني أغادر الموقف مستعجلا، قبل أن أقول لنور: نعم يا صغيرتي، صار لديك سؤال كبير يغني عن كل الأسئلة،
سيطرحه عليك كل نهار جديد، من ذا سيبحث عن كتابك الضائع بعد اليوم؟ من سيبحث عنها أو عن كتابها الضائع، عن ذكرياتها المبعثرة بعد رحيل حبة العين وقرة الفؤاد الأم. نسأل الله لأم نور ولكل أمهاتنا يعني سعادة الدنيا والآخرة، الأموات منهم وكذلك الأحياء. أستاذ محمود، شكرا لك على هذه القراءة، لكن هذا الشكل من أشكال الكتابة الأدبية ربما يقودني إلى سؤال مشاكس قليلا. ألا ترى معي ومع كثيرين أنه من الواجب أن يكون كل شكل من أشكال الفنون الكتابية صافيا، دون مثلا، لا أريد أن أقول تعكيره، دون أن نمزج ما بينه وبين شكل كتابي آخر؟ أي بمعنى القصيدة العمودية تبقى على حالها، القصيدة قصيدة التفعيلة كذلك، النثر كذلك، المسرح إلى آخره، دون أن نمزج ما بين فنين في نص واحد ونقول هذا مثلا نص له مسمى جديد أو شكل جديد. نعم. ماذا ترى في هذه المسألة؟ أدبنا العربي يتسع لكل ما نكتب. الأدب يتسع، لكن ألا ترى أن الدمج ربما يعني يفقد الأشكال هويتها؟ أعتقد أحياناً يجب أن يكون هناك فصل في، وأحياناً الدمج يعطي للشكل إضافة غنية جداً إذا حضر المبرر. نعم، إذا استدعى، إذا كان هناك طبعاً استدعاء لهذا المبرر. ولكن الآن يعني الخروجات هذه، لنقول الخروج على النمط الأدبي أو الجنس الأدبي، الجنس الكتابي، أو ليس المرشح خروجا على الجنس الشعري بالأساس، لكنه يلتزم إيقاعا وموسيقى. نعم، يلتزم إيقاعا وموسيقى، ولكنه يمزج بين الشعر، شعر الأبيات الخليلية والشعر القديم، أدخل في المرشحات كلمات عامية. نعم. وكلمات تصلح للغناء. صحيح. وخلف فيه الوزن، وخلفت فيه القوافي، وخلف فيه النحو أحيانا كثيرا، أحيانا وليس كثيرا. يعني هذا من يعني نستطيع أن نعتبره دمجا. نعم. ثم الآن الفنون بشكل عام، لو ذهبنا قليلا إلى فن السينما مثلا، فن السينما يمزج بين جميع الفنون. صحيح. قد يكون فيه شعرا وأغلبها. نعم، يمزج بين أغلبها. يمزج. ولذلك تجد الآن التأثير الذي تحدثه السينما في نفوس الناس تأثيرا عميقا جدا وتأثيرا كبيرا جدا. فأحيانا هذا المزج، لأنها تستوعب مختلف الأشكال أو كثير من الأشكال، هذا المزج قد يكون أحيانا مؤثرا إيجابية جدا في شخصيات، في المتلقي. نعم. فلذلك لست مع التجنيس، مع التجنيس، ولكن لست مع التزام القواعد الصارمة في التجنيس. جميل جميل، هذا رأي يحترم أكيد. نعم. حتى وإن اختلفنا معه. أستاذ محمود، يعني ربما تجد هناك الكثير من الشعراء يغرقون بالحديث عن الألم، عن الوجع، عن المعاناة، دون أن يفتحوا شبابيك ونوافذ نحو الشمس للقراء. طبعا أنت قلت في بداية هذه الحلقة أن لكل شاعر مشربه، ولكل طائر يعني مهبطه وعشه الذي ينتمي إليه، لكن لا تتفق مع أصحاب الرأي القائل بلزوم أن يكون هناك يعني استحضار لفكرة الأمل حتى وإن مزجناها مع الألم؟ نحن لا نريد أن يعني نزيد إحباط الناس بقدر ما نريد أن نفتح أمامهم أيضا أبوابا من الأمل شاسعة وواسعة. هذه مهمة من مهام الشاعر. نعم، وإحدى أعظم مهام الشاعر أولا أن تفتح قلب المتلقي. وفتح قلب المتلقي لا يكون إلا بشعر قريب من المشاعر، قريب من النفس. يعني كنت في سوريا دائما أتحدث عن المناهج التي كنا ندرسها، يأتي الطالب إلى الصف الأول الثانوي فنقول له مكر مفر مقبل مدبر، فيلعن الأدب ويلعن الشعر ويلعن رغم أنه بيت جميل. نعم، هو بيت جميل، لكن ليس ليس هذا البيت الذي أبدأ به المتلقي. مع شاب أو نعم. مع طالب أود أن أحببه بالشعر. نعم، بينما عندما كنا مثلا، ثم يذهب إلى الثالث الثانوي بعد أن يكون قد أقفل بابا على الأدب،
يذهب فيجد قصيد بدوي الجبل: تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه. يا سلام. ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت سلواه. ويقول: قد فاتني خير كثير. يعني هو ربما الآن لا يتقبل بدوي الجبل كما لو جئنا به أولا في الصف الأول الثانوي وأعطيناه بدوي الجبل ونزار قباني، تمام، سيعشق. وأنا جربت هذا تطبيقا مع كثيرا من الطلاب. إذن أنت هنا تتحدث عن فكرة اللغة الشعرية العالية التي تنسجم مع مختلف المستويات الفكرية الموجودة. نعم. مختلف مستويات التلقي. نعم. والاهتمام. من أجل الحفاظ على اللغة والاهتمام بها. والاهتمام أيضا. والتشبث فيها. اهتمام الناشئة الشباب في مقتبل العمر، ونحن كنا منهم، كنا نبحث. نعم. عن نزار قباني كوننا أكيد. قرأنا يعني. أغلب الشعراء. نعم. والأدباء مروا على قباني ودرويش. نعم. وبدوي يعني الجبل وأبو على مقلب آخر يعني لنذهب إلى شعر الغزل لنقل أو محاكاة المرأة. الشعر العربي منذ بدايته إلى أن ولن يغلق، هو باب الشعر العربي لن يغلق. أحسنت. نعم. الشعر من أجل المرأة كان وسيبقى. العربي كان يفتخر أمام المرأة التي يحبها ويتغزل بالمرأة التي يحبها، و الحماسة والكرم والجود والنخوة. نعم. والجوار. يعني ليس الغزل وحده للمرأة، فالمرأة يجب أن تكون حاضرة. الغزل أقصد، موضوع الغزل يجب أن يكون حاضرا، وأدلتنا كثيرة. يعني كعب حين وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بانت سعاده فقلبي اليوم متبوله. أكثر من 20 بيتا كان يتغزل. نعم. بانت سعاده في فقلبي اليوم محبوبته وفي ناقته كذلك. نعم. متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصر منها ولا طول. يا ويحها خلة لو أنها صدقت، إلى آخر القصيدة. يعني انظر كعب، يجب أن ننظر إلى أي موقف كان فيه كعب. يا سلام. كعب مهدور الدم، وكعب خائف من، يعني قيل في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي كعبا فليقتله ولو تحت أستار الكعبة. يعني هذا الرجل متعلقا بأستار الكعبة. نعم. هذا الرجل الخائف على دمه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتتح قصيدته ببانت سعاد. لكن هذا أيضا يقودنا إلى أخلاق النبي العالية، المدرسة. طبعا. المحمدية. بلا شك. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه وهو يتغزل بمحبوبته، يتغزل بناقته. وربما في البيت 24 أو 25 بدأ يتحدث عن: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى آخر القصيدة الغالية التي بسببها خلع النبي عليه بردته صلى الله عليه وسلم. نعم. خذنا إلى خاطرة قبل أن نذهب إلى قصيدة الختام، قبل أن يدركنا الوقت. تفضل. اعذرني يا أبي، لم أكن رجلا بما فيه الكفاية، من أين آتي برجولة تماثل رجولتك؟ ومن أين لي يدان مثل يديك اللتين مرت عليهما جحافل الألم وعربات السنين المتلاحقة، فما ازدادت إلا صلابة؟ من أين لي عينان كعينيك تشعان شجاعة وصبرا وقوة وتفيضان حنانا وعطفا؟ وأنا التلميذ الذي يخفق في دور الرجولة كلما باغتته أطياف الراحلين، ينهمر قطعة قطعة من أقصى الشوق إلى أقصى الألم. ما زالت كلماتك التي قلتها لي في أول يوم بدأت فيه مهنة التعليم ناقوسا يسكن كل زاوية في ذاكرتي. قلت لي وقتها: قف مثل رجل واهتدي بنور الله. ها أنا ذا أحاول أن أهتدي بنور الله، ولكني لم أستطع أن أكون رجلا بما فيه الكفاية. درسي اليوم يتحدث عن فتاة جزائرية كانت تدرس في مدينة أصفهان، اتصلت بها عائلتها لتخبرها أن أباها قد توفي. عادت الفتاة المسكينة في أول طائرة إلى بلادها، لكنها لم تستطع توديع أبيها، فجلست في غرفة أبيها تنظر إلى مكتبه، إلى صورته، إلى الكرسي الذي كان يجلس عليه بجانب المدفأة. أما أنا فخرجت من خلف طاولتي إلى حقل زيتوننا، وقبلت كل شجرة زرعتها يداك، وقبلت كل ذرة تراب سقط عليها عرق جبينك، ومرقت وجهي بكل شبر مرت عليه قدماك،
وقفت أمامك وأنا أنظر إلى عينيك المفتخرتين تنظران إلي. حين وقفت أول مرة خطيبا على أعين الناس، وقفت أمام نظراتك الحادة الصلبة التي طالما فررنا منها حين نكون مخطئين. وقفت أمام عينيك الحانيتين اللتين تفيضان عطفا حين يمرض أحدنا. نعم يا أبي، خرجت من الصف لأخفي دموعي عن طلابي، لأني لم أستطع أن أكون رجلا بما فيه الكفاية، لأني عدت طفلا باكيا وتلميذا يسأل من حوله كيف الوداع بلا لقاء، وكيف يستطيع الإنسان أن يحتمل الحنين والاشتياق. يرحم الله أباك وكل آبائنا، رحم الله أموالنا. نريد الختام أن يكون فيه يعني انحياز واضح للخليل بن أحمد دون أن يكون هناك خروج عن هو انحياز للخليل، ربنا يستر، لكن لك حريتك الكاملة. وانحياز للغزل، خذ راحتك. الصوفيون يقولون من لا يعرف كيف يعشق امرأة لا يعرف كيف يعشق الله. أنعم به من ختام، تفضل. كم حلوة مرت بشعرك قبلنا حتى غدوت بحبها ضليلة، وعلى ذراع الشعر كم أغفيتها في جنة قد ظللت تضليلا. فالحرف شهد قد جرى من حولها، والقطف دان بكرة وأصيلا. في لجة الأحلام شادت عرشها، والصرح كان ممردا تضليلا. وأنا التي تأبى المجاز وسحره، وعيون حسني ترفض التأويلا. يا شاعرا أخشى الضياع بكفه، أخشى مصيرا تائها مجهولا. هل غادر الشعراء من متردم إلا البكاء منازلا وطلولا؟ قدر الكواكب أن تدور بشمسها، أما الشموس فلا تطيق أفولا. فالحسن بعض من جنون مفاتني، قبل الجمال تنزلت تنزيلا. وغفى جبين الليل فوق ضفيرتي، يا سلام، فمضى يحدث نفسه مشغولا. والراح إذ مرت فصادفها فمي، متعجلا فغدا بها معلولا. فانظر إلى هذه الكروم، فربما يأتيك وحي أو تبز فحولا. اهدأ، فديتك أن تذوب بقبلة تردي قتيلا أو تصح عليلا. والحسن قد يودي بربة حسنه، وكذاك شعرك قد يكون قتولا. يا سلام، وأكرم بها من خاتمة أستاذ محمود جاسم الأحمد. يعني مضى الوقت سريعا رفقتك في هذه الحلقة، ماذا تحب أن تقول في الختام؟ في الختام أقدم التحية لبيت القصيد، والشكر الجزيل لقناة الرافدين، والشكر الجزيل للشاعر والمحاور البارع الذي يستطيع أن يستخرج ما بقلب ضيفه بل وأكثر. وأتمنى للشعر العربي ازدهارا، وبالجهود المبذولة في قناة الرافدين وفي غيرها. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. دائما كونوا بشعر وسعادة ومسؤولية قبل هذا وتلك. دائما ظلوا في رعاية الله. إلى اللقاء.